اذا كما كتشوفوا هنايا الكليكه باقا كتنتظر خروج ديال نور الدين الشينوي. السي مراد سلامات ليكم، مرحبا. شناك اخويا مازال هنا برا؟ ايوا الحمد لله حنا ضاحكين في نفس الوقت كنسيدو الصديق ديالنا ان شاء الله غدا، ان شاء الله غادي ندوه معنا في يدينا وكنتمنى كل شيء يكون على خير وبخير. يعني غدا غادي يخرج ان شاء الله باذن الله تعالى تنقولوا احتمال. قلتي لي ما غاديش تمشي من هنا ما غنمشيش من هنا تندي في يدي ان شاء الله صاحبي نور الدين ما ندوزوش. معاك السينيبا وي خويا صبرتي كبرتني ولكن وي خويا شناكم اخويا مازال هنا في انتظار خروج الشيوي. انا خويا غادي معاك هنايا كنخرجوا معايا تندي معايا فين غادي غدي سير بحالاتك الكازا. لا دار انا اللي غنركبو في ظهري ان شاء الله اللي غندي سير عطينا انا اللي غندير لي حمال وغندي معايا. شوف غربه هو قادر عليها على همو اسير لا جيت من الكازا غادي ندي معايا خويا الشيمي. يعني ما تشوش من تديو ما بيتين هنايا ولا غنريبو هاد المصح شي كلمه كنتسناو الشينوي ان شاء الله باش يكون بخير وعلى خير كما قال لي باغي يدي فوق ظهرو خويا والله حتى غندير ليه حبال وغنركبو وغندي حتى وي وي اللي ما تمشيش ديو معاه ديماريتي لومبيلونس حتى نديو معاه لومبيلونس ديمارات ان شاء الله وما يكون الخير. لكن كما كتشوفوا الان التواجد ديال انا مازال لا نخوش انا ما عارف. شوف شوف الواعر هو انه اليوم كي كلاشي نور الدين الشينوي في العشيه يجي عنده يشوفه من كان عادي بكل اروح. شنو اللي خلاك تجي؟ خويا السيد كنحبوه وانا درت شي ديك الفيديو راه في اطار البوز وصافي ماشي شي حاجه اللي اطار البوز سبيسياليست وان شاء الله غنعس هنايا تهدي معنا خويا. كيما كتشوفوا هنا المجموعه مازال كتبات هنايا انت كتنتظر خروج نور الدين الشينوي الله يخرج الصباح ان شاء الله. والصحابي مازال تينتظر توا بعدا وحنا خويا راه مازال ضروري خصنا نقلوا الخبر يعني الان الموضوع ديال الشينوي اصبح موضوع ساعه. شكرا. شكرا التواجد ديالك اليوم. السلام عليكم مرحبا بكم معنا في اخبار مدينه سيدي سليمان واحسن عمر وعمر. مرحبا خويا. وقتكم التواجد ديالك اليوم. التواجد ديالي اخويا جيت نشوف صاحبي وحبيبي وعشيري جيت نشوفه اليوم قدر الله ما شاء فعل طاح مرض جيت نشوفه ان شاء الله في لوبيتال والحمد لله ريحت معاه شي 4 سوايع ولا 5 ودابا ان شاء الله انا غادي في حالتي ان شاء الله. واخا الجميع بغى يطمئن على الشينوي بغى يعرفوا الحاله الصحيه ديالو فين وصلات. الحاله الصحيه خويا ديالو صراحه القضيه شويه قاصحه لقاو عنده 4 غرام ولقاو عنده جرثومه ثومه المعده وان شاء الله كنطلبوا الله عز وجل الشفاء العاجل وصافي. شنو الرساله اللي تبغي توجه؟ كنوجه واحد الرساله للانسان بلا ما يبقى كثره القول والقال. الانسان ما كانش عارف شي حاجه ما يبقاش يهضر عليها بزاف لحقاش بزاف ديال الناس فهمتي كيبقاو ينقزوا الجدران. يعني كاين شي حاجه كيكونوا ما شيء ما عارفناهاش وما شايفناهاش وكتبقاو تلاحوا. نورمالمون خص الانسان حتى يعرف الحقيقه شنو واقع شنو ما واقعش عاد الانسان يتكلم. هذا هو اللي كاين. واخا كان مجموعه من الوسائل يعني راجت بانه هو واش توكل ولا مرض اخر. هو الانسان في الاول كان كيقول توكال توكال كاين اللي كيقول سكر كاين اللي تيقول حكا كل واحد شنو تيقول ولكن الحمد لله منين جا للسبيطار الحقيقه هي جرثومه المعده وعنده السكر طالع 4 غرام راه ما ساهلاش اخوته السكر هو راه كيطيح وجرثومه المعده راه بزاف ديال الناس دوزوا جرثومه المعده راكم عارفينها قبيحه حتى هي. اي والله يحفظنا من هذا انت صديق مقرب ليه خلال الحوارات ديالك معاه كيفاش كيبان لك؟ الحمد لله بخير كل شيء مزيان اللهم لك الحمد علاقتنا مزيانه ما عندناش غرام المشكل. رسالتك الاخيره للشينوي؟ رسالتي الاخيره كنشكر الناس بزاف اللي كيسيبورطيونا والناس اللي ساقوا فينا والناس اللي دعاو معنا والناس اللي تيكلاشيونا والناس اللي كينقزوا على الجدران. الله يعفو عليكم من هذا المنبر ونوصيكم واحد القضيه الله يجازيكم بخير. الانسان يبغي الخير لخوتو ويدعم مع خوتو واي واحد بغي له الخير ما تبغيش له المضره فهمتي. اني يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتيكم خيرا. السلام عليكم. النبا راه هي بغا يمشي ولدت الكره سيني با تكلم على التواجد ديالك. السلام عليكم خوتي المغاربه داخل الوطن خارج الوطن. تكلم على التواجد ديالك هنا. تواجدوا الشينوي تبارك الله راه شناه دابا بخير وعلى خير والحمد لله راه الصحه ديالو غادا مزيانه فهمتيني. واخا من خلال الحوار ديالك معاه كيفاش كيبان لك؟ الله يعمرها دار الشينوي رجوله صراحه تيكبر بالكبير والصغير. واخا شفناك بان تنقلت يعني من كازا حتى هنا ماشي ورا صاحبي صاحبي هذا شنو خلاك تجي اليوم مثلا هنايا وتشوف ورا صاحبي راه كبر لي في عينيا كيرحب بالصغير والكبير. انا مشيت عنده راه كبر بيا وريحت عنده 3 ايام كليت عنده وشربت عنده وهذا الشيء علاش هو عزيز عليا. واخا انا كنشوف فيك دابا شنو الرساله تقدر تقول له؟ والله يجعل ربي يشافيه وعافيه وبغينا لي ديك الصحيحه ديالو تبارك الله
هادشي اللي كاين. شكرا كاين هكا خويا سي كوزان. تحياتي المؤثر الجميل. تبارك الله عليك. واخا سي كوزان قربنا شويه من الحديد ديال الشينوي. خويا الحديد ديال الشينوي الحمد لله اللي هو بدا كيستحسن يعني شويه. هو راه المرض راه كاين وراه مريض ماشي نقولوا لا. وبالنسبه لنا حنا ديما كحنا كنامنوا بالايمان ديال الله عز وجل ديما كتقول راه شويه حنا فينا الطبع ديال شويه هذه فينا من طبعنا من الصغر ديالنا كنقولوا الحمد لله شويه. هو راه المرض الى تبع الدواء ديالو الى كان غادي يبقى متبع الدواء ديالو ما غاديش يقطع الدواء ديالو ما غاديش يفورسي على راسه وما غاديش يعني غادي يكون ان شاء الله غيكون حسن. من اهم من انه اليوم بانت عليه واحد شويه الضوء لانه تلقاه ارتاح خدا واحد الارتياح ديالو وهاد الارتياح ديالو خاصو يبقى ديما مده واحد 15 يوم او 20 يوم او شهر او شهرين يعني شوف المده على حساب هاد الارتياح اللي خاصو يرتاح. الا ارتاح وقدر يبقى غادي فهاد الارتياح اللي خدا اليوم وبانت عليه واحد النتيجه اللي شويه غيكون احسن ان شاء الله. واخا كما كنعرفوا الان يعني الراي العام كله باغي يعرف الحقيقه واش توكال او لا مرض اخر يعني الجميع كيتسائل. هذا سؤال اللي ما نقدرش نجاوبك عليه الطبيب هو اللي خصو يقدر يجاوبك عليه. هما خلي من بين قوسين اللي بغى يجي يشوف فين الشينوي خصو يجي عنده للسبيطار. واحد تيخرج بواحد الصوره تيتهم نور الدين بانه كان متفق انه هو وياه باش يطلق داك الفيديو. هذاك حتى هو بالنسبه ليه الا كان نور الدين الشينوي متفق عليه او لا هو متفق عليه ما غاديش نقدر نبدا نقول لك لا علاش كذا وانا ما كنعلمش على الغيب. المهم هي بانت الظاهره والظاهره غادي نتبعوا معاه ونشوف. مرحبا بكم اليوم ان شاء الله جينا نشوفوا نور الدين الشينوي ونطمئنوا على الحاله ديالو ونبارطاجوا معكم الجديد ان شاء الله. والاسطوره توفالي اسطوره ديال الغرب. لا حفظك حبيبي. اول مره كنتلاقى معاك. لا حفظك خويا مراد. بارك الله فيك شرف لينا. تحيه لك اخ مراد على الزياره ديالك. رغم انك انتقلتي من مدينه سيدي سليمان لمدينه الدار البيضاء. من الدار البيضاء لمدينه الخرايط. وعاودتي يعني ديبلاسيتي اليوم باش تزور يعني. احتراماتي خوتي مرحبا بكم اليوم ان شاء الله جينا نشوفوا نور الدين الشينوي ونطمئنوا على الحاله ديالو ونبارطاجوا معكم الجديد ان شاء الله. والاسطوره توفالي اسطوره ديال الغرب. لا حفظك حبيبي. اول مره كنتلاقى معاك. لا حفظك خويا مراد. بارك الله فيك شرف لينا. تحيه لك اخ مراد على الزياره ديالك. رغم انك انتقلتي من مدينه سيدي سليمان لمدينه الدار البيضاء. من الدار البيضاء لمدينه الخرايط. وعاودتي يعني ديبلاسيتي اليوم باش تزور يعني الصديق والاخ الصديق والحبيب وتيفيتي هذيك الاشاعات اللي جات ما تسوقوش لهذيك ولا عبر الترويج لبعض الاشاعات والزوبعات فلذلك فكنشكرك يعني باسم مدينه سيدي حي الغرب انك جيتي وزرتي الاخ نور الدين. والله يجعل هذا الشيء في ميزان الحسنات ديالكم. يا ربي وان شاء الله نتمناو له الشفاء العاجل ان شاء الله وما تنساش الدعوات ديالكم راه كيقراو لكم من طراز وهو نور الدين ان شاء الله نتمناو يكون على خير وبخير. الله يحفظكم نور الدين. الله يستر الخطوات ديالكم وشكرا بزاف اخوتي مرحبا بوالدين المغاربه كاملين. خوتي وان شاء الله غادي يكون خير ان شاء الله وغادي